بكم من جديد الجزء الأخير في حوارنا لليوم أول حلقات 2021 مع الأستاذ منير بن سالحة. عاملين برومو سبيسيال في الدوامة في 2021، كل انفيتي يجي ساعة نزيدو ساعة ثانية بليش، تقبل نزيدو ساعة أخرى أستاذ؟ أيش بيها؟ أما ثانية الفلوس ولا في إطار تبادل ثقافي؟ تبادل ثقافي صحيح، نفط مقابل غذاء. سؤالي اللي وقفنا فيه، مصادرك تقول ليلى طرابلسي وراء تسريب التسجيل الصوتي للحوار بينك وبين الرئيس بن علي، ولا مصادرك شو تقول على الصورة اللي هبطت وزواج ليلى الطرابلسي من سعودي كزوجة رابحة؟ شوف أنا نقول لك حاجة باش نعاود نرجع بيك ليلى الطرابلسي، لأني نقول لك ليلى الطرابلسي أنت هاترة من ذاكرة التونسي، وأنت هات من التاريخ ومن الجغرافيا، وأمر زواجها لا يهمني ولا يهم أي شخص. من نجم نجاوبك نقول لك أنا ما عرستش، نجم نجاوبك نسمح لنفسي باش نقول لك ما عرستش، لكن راهو موضوعها ما عادش يهم التوانسة، وما عادش يهم حتى حد، ما عادش يهمني أنا شخصيا، وأنا كنت قبل ساكت احتراما للرئيس السابق. واضح. اليوم تكلمت لأنه توفى ومن حقي نتكلم، ومن حقي أنا كي هو قال حاجات معي أنا إذا كان ممسوش بأسرار أو بأشياء أني نقولهم، ومن حقي نكتب الكتاب اللي نحب عليه أنا، ومن حقي نكتب الخواطر اللي راهم أنا، ومن حقي ندون كلامه هو، خاطر لو كان يبعث لي بصفحات متناثرة باللغة الفرنسية لأنه يحكي كان يكتب بهم بالفرنسية هو، وبالتالي هذه كلها راهي رؤيته هو لما حدث ماهيش أسرار، ورؤيته هو لما حصل، ورؤيته هو للتجربة التونسية بعد 14 جانفي. لكن وقتاش يبدا حتى حد ما يمنعني، لكن أنا للأمانة وأنا تربية مني أنا قلت نستأذن العائلة. كي هي حكيت بالطريقة هذه أنا ما عادش نستأذنها، هي نستأذن العائلة الأولى اللي هي زوجته الأولى وعائلته من الزوجة الأولى، وقتها ونستأذنهم ونقول لهم وقتاش تساعدكم الوقت، لأنهم هما اللي عايشين في تونس وهما اللي باش يتحملوا وقع الكتاب. أما هي في السعودية حاليا وقد تكون في بلد آخر، قطر أو تركيا بعد مدة أخرى، لكن مش باش تأثر هي بوقع الكتاب، لا هي المقيمين معها، اللي باش يتأثر بوقع الكتاب ومع عائلته اللي عايشة في تونس واللي فيها البعض في السجن والبعض بحالة حرية مؤقتة، واللي هما يقول لك أنا تعمل مزية أستاذ مش وقته، وهما ياخذ بخاطرهم وهما نستأذنهم، وهما زوجته الأولى وعائلته من الزوجة الأولى، وبالتالي مش هي باش تستأذنها، لأن هي من الرسالة نتاعها اللي منسوبة لها وضحت اللون نتاعها، اللون أني أنا منحب حتى حد يحكي على الرئيس، وأريد أن أقبره نهائيا وأقبر كل أخبار تتحدث عليه، مع العلم أنه الرئيس ماهوش لعنده لا أسرار ولا عنده معطيات أمنية ولا حتى شيء، هو خرج على الغفلة يجري، خلى مراياته وخلى أموره، لقى روحه في السعودية غاديكا ما نجمش يرجع والطيارة رجعت وخلته غاديكا، وبالتالي هو نفسه قعد بعد 14 جانفي لمدة عام يتأمل ويخمم شنو صار، عنده قراءة للوضع السابق واللحق، لكن ما عندوش أسرار وأمور ووثائق سوف تدين، ما عنده حد شيء، معناها وأنا بيدي ما حكالكش كلام، وأنا بيدي ما عندي حد شيء، باش العباد ما تروحش تمشي في فيلم تاع ساينس فيكسيون تاع أبطال وبطولات، مش كان ليلى بن علي وصرحوا ياسين محمد الخمازي من على هذا المنبر أني أنا ما عنديش حاجات سرية، لكن عندي قراءة متاعي أنا وقراءة متاعه هو اللي ما حصل، وحتى قراءة متاع المحامين اللي عاصروا الفترة هذيك متاع المحكمة العسكرية ومتاع مرافعات المحكمة العسكرية ودافعوا عن المتهمين، عندهم هم بيدهم قراءة، لكن إنه عدنا وثيقة سرية وعدنا أسرار ما نتصورش حاجة تخبيتها الشعب التونسي. واضح. 10 سنين احنا نحكيو. واضح. سهر الرئيس بن علي زاد كدريم، ولا سهر السابق للرئيس بن علي كدريم زاد قال ما عنده حتى معلومة، ما حتى شيء ما عنده بنيه. كريم صديقي وحريفي، ووقت الفترة هذيك كان حريفك معاش فترات سنوات اللي مضت، معناها يمكن شي 2015 2016 فهمتني، ولتو مازال حريفي طبعا وصديقي، معناها خاطر الحريف مش لازم يكون عنده قضية، حتى استشارة يسمى حريفك، حتى يسلك سؤال ولا في عقد يسمى حريفك، مش لازم يمشي الرافع ولا يقتل الروح معناها باش يكون حريفك، وبالتالي تجمعني به علاقة مهنية تحولت إلى علاقة صديق. وقتها في اللحظة هذيك كان تحت وطأة العائلة مسكين كريم، وفرضوا عليه انه يقول هكا، اي خاطر فرضوا عليه مادام انسان يجي يقول هكا في الفتره هذيك معناها فرضت عليه. علاقتي به طيبه الى اليوم، طلبني البارح ولا البارح هناني بالعام الجديد. تحكيو معناها طبعا 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 طبعا، قلت لك اصدقاء معناها اكثر من نحكيو معناها احنا اصدقاء. عندكش المعلومه انه باش يترشح ولا
حاليا لا، بما انك من اصحابه المقربين. ما عندوش، ما عندوش حاليا، هو متفرغ للعمل الخيري وما عنده حتى نوايا لخوض اي تجربه سياسيه. قد يبدل رايه، وكان يبدل رايه انا معاه. تنتخبوا معاه؟ نساندو، ما عنديش حق الانتخاب انا راهو. علاش؟ مانيش تونسي انا، سر هذا. شوف الانتخاب راهو موضوع اخر، اما تنجم تعاون اصدقائك معاه، معناها انت مع انه يترشح به. سؤال نحب نسأله من بعد ونرجع ل... اما اذا كان اقنع الناس واقنعني انا علاش لا؟ باش يعمل نجم نصوت له، ماشي مشكل. تنجم ولا تصوت؟ اذا كان مازال ما عطاش برنامجه هو، بالكش يعطي برنامج ويعجب الناس ويعجبني انا نصوت له، علاش لا يا اخي؟ شو مشكل؟ توا مازلنا نحكيو على عمل خيري واضح، واللي هو قاعد يقد فيه بقواعد صحيحه ويعطيه الصحه. اي حد ما تنجم سي محمد تكون ضد انسان هز كرسي متحرك لواحد مريض. اي صحيح طبعا. ما تنجمش تكون ضد حد يحتسب له هذا العمل، بناء مكتب يحتسب له. ما تنجمش تجي تسب انسان. ايه طبعا. تسب انسان داوى واحد عينيه مرضى ولا عطاه مرايات. هل صحيحه فكره زاده انه يخمم في الترشح لرئاسه النادي الافريقي؟ ما عنديش حتى علم، عمره ما قال لي للبارح. اما بديت تو رو... بدا يخدم من خير الشعبي، وبدات الخرافات، وبدا هاو نقز مسطح هاو يطير. معناها مازال تو باش نسمع برشا حكايات. السؤال اللي نحب نستغل الوقت اللي قاعد نعمل به بارونتيز صغير ومن بعد تو نرجع لباقي الاسئله اللي حضرتهم. ساعه معاك ما تكفيش استاذ. من هو والد منير بن صالح؟ والدي رحمه الله هو عسكري، هو الضابط الوحيد المتخرج من الأكاديمية العسكرية البريطانية ساندهورست، هو الوحيد. خاطر الضباط وبما فيهم حتى الرئيس السابق متخرج من الأكاديمية الفرنسية سان سير. والدي هو الوحيد اللي تخرج من الأكاديمية البريطانية، معناها منتمي إلى الفورماسيون والفلسفة العسكرية الإنجليزية مش التونسية. وطبعا كان تجمع علاقة صديقة بالرئيس السابق وزمالة، وكان الى حد 7 نوفمبر 87 كان متقلد خطه رئيس دائره العلاقات الدوليه بوزاره الدفاع، بحكم انه متخرج من الاكاديميه العسكريه البريطانيه، يتقن 5 لغات، وفي نفس الوقت كان مختص في المدفعيه الثقيله والصواريخ. وكان بحكم اتقانه لهذه اللغات كان له بملف العلاقات الدوليه العسكريه في تونس الى حد 7 نوفمبر 87. ثم 7 ديسمبر 87 بعد شهر يخرج الرئيس السابق بن علي قرار بإحالته على التقاعد الوجوبي. في عمر؟ عمر 45 سنة. مازال يعني في أوج العطاء. في أوج العطاء. مازال 15 سنة أخرين. وكانت صدمة للوالد أنه لقى روحه في البيت، رغم أنه ياخذ في أجرته وشهريته وامتيازاته، لكن لقى روحه باش يزمدفع يحارب وحده وما تجيش. معناها صدمة إلى حالة ديبريسيون. صدمة، كانت صدمة، صدمة كبيرة، فهمتني؟ والرئيس السابق كيف خذ القرار خذاه في والدي وفي 3 ضباط كبار زادة وقتها، قبل ما نحكيه على أي شيء آخر. مازلنا شهر بعد 7 نوفمبر، فخرج وقتها على التقاعد المبكر أميرال وجنرال آخر وجنرال آخر، ووالدي اللي كان وقتها ضابط سامي في الجيش التونسي. وما كانش خروجه أو حالته على التقاعد المبكر ما كانتش لأسباب إيديولوجية أو سياسية، معناها ما كانش لبابا له إسلامي ولا له شيوعي. مال علاش؟ كان لأنه هذا يحتل منصب مهم جدا ماهوش من جماعتنا في الوقت هذاك. وبابا صرح علنا في اللحظات هذيك أنه هواه ومهجته مع القائد الزعيم حي بورقيب. معناها كأنه استنكر او تقلق من هذا التحول السياسي وحسها اللي هي متجيش، وصرح اللي هو يحب الزعيم بورقيبه واللي هو مهجته متوجهه نحو زعيم بورقيبه، وهذا كان يقلق لانه البوست نتاعه كان خطير جدا وحساس جدا، ويستوجب انه يكون فيه ولاء مطلق للحاكم الجديد مش الحاكم القديم. واتخذ قرار وقتها بحالته على التقاعد الوجوبي. التقاعد الوجوبي في عمر في اوج العطاء نتاعو. ما مسش كان الوالد، هل حتى العائله كان عنده تاثير عليه؟ طبعا يعني باش يكون عنده انعكاسات، لكن نتجاوزوها، فهمتني؟ اما وقتها الوالد طبعا تقلق، وصار وقتها التكليف من عند الرئيس بن علي بعد 14 جانفي،
واستشرت انا فيه الوالد وقلت له انت تقبل اني انا نلبي هذا التكليف والنوب؟ فكانت اجابته واضحه، قال لي انا ما نرضاش عليك كان ما تدفعش عليه. قلت له علاش؟ قال لي خاطر احنا هكا تربينا انه ما نخليوش انسان يحتاجنا ونجبدوا به ونخليوه. وطبعا تمت عملية بطريقة هذيك، ما حبيش انا نستثمر فيها على اساس بن علي يعرف اللي والدك يعرف 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 طبعا يعرف 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 وطلبني وعزاني حتى كي توفى الوالد وعلاقته به كانت طيبه يحبه. لكن والوالد وبن علي حكيوا مع بعضهم؟ حكيوا مع بعضهم، ولو سيستم حب في وقت اوقات انه تصير هكا وكا ويزي من الموضوع هذا نتعداو لي بعده. عارف كل ماشي يكفي يزي يزي واضح. شكرا على خاطر حليت جزء من كتاب كبير. ما نحبش نزيد، نحترم هذا. شكرا. في دقيقة كملنا الحوار معك، ملف سحر ونبراس وين وصلت القضية، وانت كنت فسرت وعطيت جزئيات على الحادث من نهار الأول، قلت ما فماش لا براكاج لا حتى شيء. ما فماش براكاج لأن المعطيات اللي قرأتهم سحر وقتها متضاربة تماما مع نظرية البراكاج. البراكاج عمره ما يتعمل في الأوتولوت، البراكاج يتعمل في الأزقة المظلمة وفي في الطرق الفرعية. حكيت حتى على طريقة تكسير الشباك. ما نعملوش براكاج في أوتولوت اللي فيه كاميرا وفيه كراب ماشية جاية وفيه حرس يمشي ويجي في الأوتولوت. ما نعملوش براكاج بالطريقة هذيك في وضح النهار. ما نعملوش براكاج والكلب نتاعنا يمنعنا وما نقاب حتى قطر الدم على الكلب. ما نعملوش براكاج وما نقاب حتى قطر الدم في الكهرباء. معناها كانت برشا حكايات اللي هي غريبة جدا. ما نعملوش براكاج ومن بعد يطلعوا الجماعة اللي براكاونا بالزهر يسكنوا بحذانا. ونطلعوا نعملوا في قهوة من إذاعة شو اسمها هي راديو ماد في القهوة اللي 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 يملكها السيد اللي براكانا. خذك يبراكيني حد على الأقل يكون مجهول بالزهر في الكرة الأرضية كلها، طلع لي براكيني محمد الخماسي وأنا ما عقلتوش وبعد عقلته. معناها الحكاية كي حكيت فيها تضارب كبير. أنا نقول الضحك، كي أنا قلت وقتها راه فيها تضارب كبيرة ومش براكاج، هذه حكاية تخفي وراءها حكاية أخرى. قلت فما طرف ثالث زاد وحكيت على فما طرف ثالث. فما وتوا السيد حاكم التحقيق استجاب الطلب نتاعنا وعهد بها فرقة أخرى مختصة وطنية هي حرس العوينة، وحرس العوينة خدموا الخدمة الكلها ووصلوا إلى نتائج مهمة جدا. ما نجمش نقول عليهم احتراما لسرية التحقيق، لكن وصلوا إلى نتائج الكلها تبرأ نبراس. بالنسبة لخطيبها خرج بحالة صراح، بالنسبة لي هي إن شاء الله سوف تخرج أيضا رأسها مرفوع بحول الله. الحقائق هذوما اللي وصلنا لك، نجم تقلب الملف؟ تقلب الملف رأسا على عقب. مازال ما تسكرش ومازال برشا كلام في الايام الجاي. وقد يتحول الضحيه الى متهم والمتهم الى ضحيه. الاستاذ منير بن صالحه، مزيد من النجاح والتالق، دمت بالقوه هذه والثقه هذه. شكرا. ان شاء الله ديما نسمع عليك كان الباهي. شكرا. شكرا على صراحتك وجراتك في هذه الساعه من الدوامه، ساعه معاك ما تكفيش. كما بدينا بالالتزام نكملوا بالقسم، قسما بشرفي كنت صادقا بنسبه قديش في الاجابه على الاسئله؟ ثالث الحوار استاذ. 90%. 90%. الأستاذ منير بن صالحة أول ضيوف 2021 في برنامج الدوامة، تحية ليك وتحية لكل الفريق العامل، أسامة الصافي، عبير زغدودي، طارق حناشي، بجة في الإخراج، وصديقنا إيهاب في إي إف إم تي في. وبقالي كان نقول لكم نهاركم أسعد الأيام، نتقابلوا في حلقة جديدة ويا مرحبا.